الأخبار من التلفزيون العربي في لندن وفيها. رئيس البرلمان العراقي يدعو لإغاثة المدنيين المحاصرين في الموصل ويحمل السلطات مسؤولية أوضاعهم. روسيا تؤكد استعدادها لاستئناف التعاون مع الولايات المتحدة لحل الأزمة السورية ومكافحة الإرهاب. المجاعة تهدد حياة الملايين في اليمن، والأمم المتحدة تنتقد إخلال المانحين الدوليين بالتزاماتهم. أهلا بكم. دعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري لإغاثة السكان المدنيين المحاصرين في الساحل الأيمن من مدينة الموصل، مؤكدا ضرورة تجاوز فكرة عدم إرسال إعانات مخافة وقوعها في أيدي المتطرفين. وحمل الجبوري في كلمة ألقاها خلال احتفالية لتحالف القوى العراقية في بغداد، حمل السلطات مسؤولية إنقاذ حياة سكان الموصل، وطالب بإلقاء المساعدات جوا وبكميات كافية على المناطق المحاصرة. الحاضرون الكرام، لا بد من أخذ مخاطر ما يجري للمحاصرين من المدنيين في الموصل بنظر الاعتبار والعمل، ومنذ هذه اللحظة وبشكل جاد من قبل الجهات التنفيذية والتشريعية والقوات الأمنية على المباشرة في إيصال الأطعمة جواً وبالكميات الكافية على المناطق المحاصرة في أيمن الموصل، وتجاوز فكرة المخاوف من وقوعها بيد الإرهاب، فإن ما سيصل منها للأهالي سيكفي لإنقاذ الجوع من الرهائن المدنيين من الهلاك. أفاد الفريق باسم الطائي رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء نازحين نينوى للتلفزيون العربي بأن أعداد النازحين تزداد بشكل متسارع يوميا، على الرغم من تباطؤ العمليات العسكرية في الجهة الغربية من الموصل. وأضاف الطائي أن الحكومة الاتحادية استنفذت جهود 9 وزارات في عملية إيواء الأعداد الكبيرة للنازحين والتي فاقت التوقعات بحسب تأكيده. تتشابه الصورة أمام بوابة مراكز إيواء النازحين في ناحية حمام العليل ومخيمات ناحية النمرود المجاورة. بالمئات يتوافد النازحون كل ساعة على مخيمات النزوح 10، مخيمات اكتظت بأعداد هؤلاء التي وصلت إلى 350,000 خلال 10 أسابيع فقط من عمر معركة الجهة الغربية من الموصل. طلع على بلص القصف، طلع على ابن الموت، وخلفوا على القوات الامنيه طلعوا له خلصوا له ابن الموت. بس جينا على المخيم صار لنا 3 ايام لا مخده لا عليها، لا فراش، لا ما شرب، تقرب حتى التواليتات ماكو، تغسل بي تغسل ماكو. وعلى بعد 4 كيلومترات تتواصل الجهود الحكومية لإنشاء مراكز إيواء جديدة في ناحية النمرود جنوب غربي الموصل، مراكز من المقرر أن تستوعب كل منها 50,000 نازح ليتم التكفل بالموجات المتزايدة من الوافدين. مخيم النازحين كان معد له بحدود 4,000 خيمة تستوعب يعني بحدود 4,000 عائلة، إلا أن النزوح أتى بأعداد كبيرة جدا، حيث يكون في كل خيمة من 3 إلى 4 عوائل داخل الخيمة الواحدة، وهذا زخم إضافي إلى وعبء كثير على إدارة المخيم. ويشكو أغلب النازحين الذين التقيناهم من غياب الإدارة في مخيمات النزوح، حيث تسببت الأعداد المتزايدة في نقص الخدمات وتراجع إمدادات المؤونة. شكاوى لم تجد آذانا صاغية من المسؤولين في محافظة نينوى، كما يقول النازحون الذين يتجمعون على كل قادم جديد إلى المخيم ليسألونه عن مصير من تبقى من الأقارب والأصدقاء في الأحياء التي تحولت إلى ساحة حرب لا تمييز فيها بين من يرتدي الزي العسكرية أو الأهالي. طارق ماهر، التلفزيون العربي. انضم إلينا من بغداد رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون. أبدأ معك سيد سعدون، من تصريحات سليم الجبوري الأخيرة كيف نفهم توقيتها والوضع الإنساني أصلا مأساوي منذ بدء معركة الموصل؟
نعم، هذه تصريحات جدا متأخرة ودعوة متأخرة، ولا أعتقد لماذا تم السكوت من قبل البرلمان العراقي أو من قبل الحكومة العراقية وكل الجهات أو مؤسسات الدولة العراقية طيلة الفترة الماضية حول أهمية إسقاط مساعدات غذائية عبر الجو إلى المحاصرين في مدينة الموصل، تحديدا في مناطق غرب الموصل التي ما زالت تحت سيطرة تنظيم داعش. أكثر من مرة ذكرنا في تقارير وبيانات ومناشدات ولقاءات خاصة هناك ضرورة لأن تفتح ممرات جوية لإلقاء المساعدات، ولا أحد اهتم للأمر، ولا أحد الذي يبرر هذا يعني أدرك أهمية وخطورة الاستجابة لطلب من هذا النوع. سيد سعدون، لا يوجد أي مبرر لهذا التأخر، يعني مثلا رئيس مجلس النواب هو رئيس أعلى سلطة تشريعية في البلاد، كان بإمكانه أن يدرج موضوع أو قضية إسقاط المساعدات في الموصل على جدول أعمال مجلس النواب واستجواب رئيس الحكومة أو استضافته أو أي مسؤول حكومي آخر ووزير الهجرة لمعرفة ما الذي يدفعهم إلى عدم إرسال مساعدات جوية إلى المحاصرين في مناطق الموصل. أيضا بالإضافة إلى ذلك عن محافظة نينوى ومدينة الموصل هناك 34 نائب في البرلمان العراقي، هؤلاء قضوا طيلة الفترة الماضية هم يتحدثون فقط في الإعلام، لم نرى ولم نشاهد أي جلسة في البرلمان تحدثت عن أهمية إسقاط مساعدات جوية للنازحين. تحدثت أنا شخصيا مع بعضهم عبر الهاتف أو عبر لقاءات شخصية، نحن نساعدكم، نحن بإمكاننا أن نجمع المواد الغذائية، فقط هيئوا الممرات الجوية والطائرات وسنتمكن من تهيئة كل شيء، لكن كل هذا لم يحدث. ماذا عن الحجج التي تتخوف من وصول هذه المساعدات إلى تنظيم الدولة الإسلامية؟ يعني أليست مقنعة؟ نعم، يعني هناك هذه الحجج هي أبدا غير مقنعة، خاصة في الفترة الحالية، يعني في الأسبوعين الأخيرين، يعني لدينا الآن من 250 إلى 300 ألف محاصر في مناطق سيطرة تنظيم داعش، مقابل هذا هناك 700 إلى 800 من عناصر التنظيم، يعني لا أعتقد وإن حصل بعض عناصر التنظيم على جزء من تلك المساعدات فلا أعتقد أنها ستؤثر أو أنها ستنقص من حصول المحاصرين عليها، بالتالي نحن سننقذ روح 250 ألف مواطن حتى وإن حصل على التنظيم، فبالتالي التنظيم لن يتضرر إن حصل أو إن لم يحصل. قالوا هذه هي مخاوفنا، اقترحنا عليهم أن تسقط المساعدات فقط للحليب والبسكويت للأطفال وبعض المستلزمات والمكملات الغذائية على السطوح بشكل مباشر، لا أن تسقط على شكل حاويات كبيرة حتى لا يستولي عليها التنظيم. حتى هذه الفكرة لم ترق لهم ولم يهتموا أبدا للموجودين هناك. حتى قبل ساعة من وصولي إلى الاستوديو هناك أرقام كبيرة عن إصابة مدنيين بفقر الدم، هناك جفاف، هناك حالات وفيات في صفوف الأطفال، كل هذا هو بسبب عدم إرسال مساعدات عبر الجو إلى المحاصرين في تلك المناطق. أشكرك جزيل الشكر من بغداد رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون. أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقائه بناظره الأردني أيمن الصفدي عن استعداد بلاده لاستئناف التعاون مع الولايات المتحدة بشأن حل الأزمة السورية وقضايا أخرى مثل مكافحة الإرهاب. لقد سمعنا جلالة الملك عبد الله الثاني مرات كثيرة وهو يقول إن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة يحمل معنى مهما لعمل المجتمع الدولي، وأؤكد لكم أننا مستعدون لذلك ونأمل في نفس الشيء من واشنطن. دعا رئيس تركيا رجب طيب أردوغان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لتوحيد قواه مع تركيا لمحاربة تنظيم الدولة وإنهاء وجوده في مدينة الرقة السورية. لا أحد يحارب ضد داعش بشكل جدي غيرنا، ولا ينبغي لأحد أن يتحدث عن مدى جديتنا في هذا الأمر. حتى الآن تم قتل أكثر من 3000 من أعضاء داعش خارج حدودنا في مدن جرابلس والراعي والباب. قالت مصادر في المعارضة السورية إن المشفى التخصصي في مدينة كفر زيتا في ريف حما الشمالي دمر بشكل كامل جراء تعرضه لقصف جوي،
وأكدت المصادر أن طائرات حربية تابعة للنظام وروسيا صادفت بالأمس واليوم المشفى بأكثر من 10 غارات جوية بالصواريخ الفراغية والارتجاجية، وهو ما أسفر عن تدميره. كما دمر القصف مركزا للدفاع المدني في المدينة وأودى بحياة عنصرين من المركز. صعدت قوات النظام السوري والميليشيات الأجنبية المتحالفة معها هجومها على منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وأكدت مصادر في المعارضة السورية أن قوات النظام تحقق تقدما في الجيب المحاصر منذ عام 2013 مستفيدة من استمرار القتال بين جماعات مسلحة داخل الغوطة الشرقية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه وثق مقتل 38 مسلحا على الأقل في صفوف مقاتلي المعارضة في الساعات 24 الأولى من المعارك. حذرت الأمم المتحدة من أن ملايين اليمنيين يواجهون خطر الموت جوعا بسبب فشل المجتمع الدولي والدول المانحة في جمع المبالغ اللازمة لمواجهة المجاعة هناك. وأكد مدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي أن طفلا يمنيا يموت جوعا كل 10 دقائق، وحذر من أن هيئات وأفراد الإغاثة يمكن أن يواجهوا مشكلة اختيار الجهة التي ستتسلم الأغذية. وأوضح أن خطر الموت جوعا يواجه ملايين الأشخاص ليس فقط في اليمن، وإنما أيضا في عدد من الدول الأفريقية، وهي الصومال وجنوب السودان ونيجيريا. We're talking about children dying every 6 to 10 minutes in Yemen alone. نتحدث عن طفل يموت جوعا كل 6 إلى 8 دقائق في اليمن وحده. لذلك علينا مواجهة وجه طفل ميت كل 10 دقائق، لأننا فشلنا في القيام بعملنا كإغاثيين عبر العالم. على العالم أن يعرف المشكلة وإلى أي درجة هي حرجة، وكل ذلك نتيجة لمآسٍ من صنع الإنسان. تظاهر مئات النشطاء في تونس احتجاجا على قانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدم به الرئيس التونسي والذي سيناقشه البرلمان مطلع شهر مايو أيار المقبل. ويهدف القانون إلى العفو عن رجال الأعمال وموظفي الدولة المتورطين في قضايا فساد في عهد النظام السابق، وعلى وقع مطالبة أحزاب المعارضة بإسقاط مشروع القانون هذا. رفع المشاركون في المظاهرة التي دعت إليها تنسيقية منيش مسامح، رفعوا شعارات تندد بما أسموه بمحاولات السلطة والأحزاب الحاكمة لتبييض الفساد والعفو عن الفاسدين دون محاسبة. معنا من تونس مراسلنا علاء الدين زعتور. علاء الدين، من هي الأحزاب والجمعيات التي تتقدم هذه الاحتجاجات، وما مدى إمكانية ضغطها على البرلمان لكي يتراجع عن قانون المصالحة الاقتصادية؟ نعم نادين، أحزاب المعارضة، كل أحزاب المعارضة التونسية تقريبا تعارض هذا مشروع القانون الذي تقدم به الرئيس التونسي في الحقيقة منذ سنتين وفشل في تمريره في مناسبتين سابقتين، واليوم هو يتقدم به للمرة الثالثة أمام البرلمان. هناك إصرار من رئاسة الجمهورية التونسية على عرضه مطلع الشهر القادم للنظر فيه والمصادقة عليه. إلى جانب الأحزاب المعارضة هناك عدة جمعيات مجتمع مدني محلية وأيضا دولية تنشط في تونس عبرت عن خشيتها من كون هذا القانون المقترح سيطعن وسيسقط عملية العدالة الانتقالية الجارية حاليا في تونس، والتي تشرف عليها هيئة الحقيقة والكرامة وهي هيئة مستقلة، وسيتم تعويضها بهذا القانون الذي لن يعني يحقق حسب وجهة نظرهم أي محاسبة قبل عملية المصالحة المنشودة. وهنا الجدل الكبير، هذا تقريبا الموضوع الأساسي في تونس هذا الأيام. هناك جدل محتدم وهناك رغبة في التصعيد من قبل المجتمع المدني والأحزاب المعارضة، وهناك حتى من بين الأحزاب المعارضة من دعا إلى تعبئة عامة وحتى عصيان مدني بشكل من الأشكال والتظاهر بالألاف في الشوارع للضغط وإسقاط هذا القانون. عملية حسابيا يعني البرلمان الكفة قد ترجح
عملية التصويت وتمرير هذا القانون إذا اتفق الحزبان الكبيران، وأقصد هنا حزب نداء تونس الذي يقود الحكومة وحركة النهضة الإسلامية التي في حقيقة الأمر إلى حد الآن هناك تذبذب وعدم وضوح في موقفها النهائي. اليوم فقط اجتمع مكتبها السياسي لبلورة موقف ولكن لم يتم الإعلان عنه قبل أن يتم عرضه على مجلس شورى الحركة والمصادقة عليه مرة ثانية، إذ أن هناك بعض النواب داخل الحركة والتيار داخل الحركة الإسلامية التي لها أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب، هناك تحفظات على بعض فصول هذا القانون، هناك من يدعو إلى تعديل هذه الفصول حتى تتماشى وتتلائم حسب رأيهم مع قانون العدالة الانتقالية، ولكن هناك أحزاب تعتبر هذا القانون مخالفا للدستور التونسي، مخالفا لروح الدستور، ومخالفا أيضا لروح الثورة التونسية ومفهوم العدالة الانتقالية الذي يقوم على المصالحة، ولكن بعد كشف الحقيقة والمحاسبة، إذ أن هذا القانون الجديد سيتيح لرجال الأعمال وموظفي الدولة الساميين السابقين في عهد النظام السابق إلى التقدم تلقائيا إلى هيئة يعني حكومية، الاعتراف من تلقاء نفسهم بأنهم ارتكبوا يعني قضايا فساد أو شبهات فساد سابقا، ويتم مصالحتهم والعفو عن هذه الجرائم السابقة بمجرد دفع مبلغ مالي معين. من بين النقاط مثلا التي تحاجج المعارضة وتدعو رئاسة الجمهورية لتوضيحها هي الجدوى الاقتصادية من هذا القانون، إذ أن رئاسة الجمهورية تقول أن هذا القانون سيعود بالنفع على الوضع الاقتصادي للبلاد، إذ أن رجال الأعمال سيدفعون خطايا مالية، ولكن إلى حد الآن رئاسة الجمهورية لم توضح كم سيكون هذا المبلغ وما مدى أهمية هذا المبلغ حقيقة. نعم، شكرا جزيلا لك من تونس مراسلنا علاء الدين زعتور. ونشاطنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. القادة الأوروبيون يتبنون الخطوط العريضة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أهلا بكم من جديد. اعتقلت السلطات الروسية عشرات الناشطين خلال احتجاجات للمعارضة وسط العاصمة موسكو، تطالب الرئيس فلاديمير بوتين بعدم ترشيح نفسه لولاية رابعة العام المقبل، ودعت حركة روسيا المنفتحة التي أسسها ميخائيل خودوركوفسكي إلى التجمع عند المكتب التنفيذي للرئاسة بعد ظهر اليوم لتسليم التماسات مكتوبة لبوتين تحضه على الانسحاب من الحياة السياسية. وكانت السلطات قد صعدت الضغط على حركة روسيا المنفتحة، إذ وصف الكرملين الاحتجاجات بأنها غير قانونية وتوعد بأن تتعامل مع الشرطة بناء على ذلك. طلب رئيس الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار الجماعات المتمردة بإنهاء الحرب والانضمام إلى عملية السلام. معنى ولا مغزى ولا تتسم بالقدسية، أريد حكما إسلاميا في كل أنحاء بلادي، ولن أكون راضيا عن أي شيء أقل من ذلك حتى لو كان العالم ضدي. أريد أفغانستانا حرا وفخورا ومستقلا ومسلما. أكره الحرب التي تؤدي إلى قتل الأفغان، وأدعو الأمة إلى عدم السماح لمجموعة من المتغطرسين والجهلة بإيذائهم. إلى جولة الآن في جديد الأخبار الاقتصادية. وجهت الأحزاب الإيرانية المتشددة انتقادات حادة ضد البرنامج الاقتصادي المعتمد من قبل الرئيس الإيراني حسن روحاني، مع ارتفاع وتيرة المنافسة الحادة بين مرشحي الرئاسة في الانتخابات التي ستشهدها البلاد الشهر المقبل. وكان الرئيس روحاني الذي تبوأ السلطة في عام 2013 قد قدم وعودا انتخابية لم تتحقق، كانت تهدف إلى خفض مستوى البطالة وتشجيع خط نمو الاستثمار الأجنبي المباشر. أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي مجموعة من الشروط القاسية لتنظيم خروج بريطانيا خلال القمة التي شهدتها بروكسل اليوم في عرض نادر للوحدة أثناء المحن، وأن كان الأوروبيون يدركون تماما أن هذه الوحدة قد تبدأ في التفكك بمجرد بدء المفاوضات، وستلزم هذه الصيغة التوافقية مفاوضي الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى اتفاق يؤمن حقوق 3 ملايين مغترب من دول الاتحاد يقيمون في بريطانيا،
وضمان دفع لندن عشرات المليارات من اليورو لتغطية تكلفة الخروج. أصدر البنك الدولي تقريره الربعي الدوري الذي يخص نشاط السلع الصناعية، وتضمن التقرير توقعات تشير إلى أن أسعار النفط ستحافظ على خطها التصاعدي لتحقق مستوى 55 دولارا مع نهاية هذا العام، وما يقارب من مستوى 60 دولارا بحلول نهاية العام المقبل. وأشار التقرير إلى أن هذه التوقعات تبقى مرتبطة بسياسة أوبك والدول النفطية خارجها لتقليص الإنتاج والتأثير المباشر للنفط الصخري الأمريكي في زيادة الإنتاج النفطي. تواجه الشركة الإيطالية الوطنية للنقل الجوي الإيطالية الإفلاس المحقق مرة أخرى مع انحسار فرص إمكانية إنعاشها بين التدخل المباشر والمتردد للحكومة الإيطالية التي أنفقت ما يزيد عن 7 مليارات يورو لدعم الشركة منذ سبعينيات القرن الماضي، والتصويت بلا من قبل اتحادات العمال لقبول العرض الحكومي باقتطاع التكلفة الذي كان كفيلا بتأمين حزمة المساعدة. وقد واجهت الإيطاليا متاعب كبيرة انعكست بخسارتها المدوية لحصصها السوقية التي تراجعت إلى مستوى الحالي ب 18% من مستوى 23% لعام 2008. اعتمد زعماء الاتحاد الأوروبي بالإجماع الخطوط العريضة للتفاوض مع بريطانيا بشأن خروجها من النادي الأوروبي، ويسعى القادة الأوروبيون إلى إبراز وحدتهم إزاء التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي. الاتفاق على الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي والبقية تأتي هي النقطة الأساسية التي حملتها الوثيقة التي اعتمدها اليوم قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع قبيل بدء المفاوضات بين لندن وبروكسل. الوثيقة أغلقت الباب أمام أي تفاوض بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على اتفاق مستقبلي للعلاقات الثنائية موازاة مع مفاوضات الخروج من التكتل الأوروبي كما كانت تطالب لندن، وتركت بالمقابل الباب مفتوحا لبدء نقاش حول شكل العلاقات المستقبلية في حال حصول تقدم جوهري ومبكر في القضايا ذات الأولوية، خطة وصفها رئيس المجلس الأوروبي بالصارمة والعادلة. علينا أن نبقى متحدين كاتحاد أوروبي ب27 عضوا، وعندئذ فقط سنتمكن من إنجاح المفاوضات، وهو ما يعني كذلك أن وحدتنا هي أيضا في مصلحة المملكة المتحدة. وتحمل الوثيقة مجموعة من الإرشادات تشدد بالأخص على التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق 3 ملايين مغترب من دول الاتحاد يقيمون في المملكة المتحدة والبريطانيين المقيمين في الدول الأوروبية، فضلا عن ضرورة دفع لندن لمليارات من اليورو مستحقة عليها، وتحديد واضح للحدود بين دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على جزيرة إيرلندا. يسعى الأوروبيون إلى إنجاح البريكسيت لإدراكهم بأنه يشكل امتحانا حقيقيا لوحدتهم ولتماسك التكتل الأوروبي. نبيل فهمي، التلفزيون العربي، بروكسل. وإلى أبرز أخبار الدوريات العربية والعالمية في الجولة الرياضية التالية. يواجه برشلونة اختبارا صعبا أمام جاره إسبانيول مساء اليوم ضمن المرحلة 35 من الليغا، ويستعيد النادي الكتالوني جهود نجمه نيمار بعد إيقافه ل3 مباريات، بينما تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة أندرياس إنيستا بسبب الإصابة. تغلب سيلتيك على غريمه التاريخي رينجرز 5 أهداف لهدف واحد ضمن الجولة الأولى من مجموعة البطولة في الدوري الاسكتلندي لكرة القدم. وبهذا الانتصار رفع سيلتيك الذي ضمن لقب الدوري رصيده إلى 91 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد رينجرز عند النقطة 58 في المركز الثالث. سيكون الألماني سيباستيان فيتل أول المنطلقين في جائزة روسيا الكبرى للفورمولا 1، ونجح سائق فيراري بتسجيل أسرع زمن في التجارب التأهيلية الثالثة متقدماً على زميله في الفريق الفنلندي كيمي رايكونين.
أما سائقا مرسيدس الفنلندي فاليري بوتاس والبريطاني لويس هاملتون فسيبدأان سباق الغد من المركزين الثالث والرابع على التوالي. تغلب لوس أنجلوس كليبرز على يوتا جاز بفارق 5 نقاط ضمن الأدوار الإقصائية لدور كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ويدين كليبرز بهذا الفوز الثمين إلى نجمه كريس بول الذي أحرز 39 نقطة. وبهذه النتيجة تأجل حسم التأهل إلى الدور الثاني من الأدوار الإقصائية إلى المواجهة 7 بين الفريقين التي تقام يوم غد. استنكر الرئيس البرازيلي ميشيل تامر الاشتباكات العنيفة التي وقعت أمس في ريو دي جانيرو خلال إضراب عام، احتجاجاً على اقتراحات حكومية لإصلاح قوانين العمل ومعاشات التقاعد. وأكد تامر أن حكومته ستمضي في برنامجها للإصلاحات بهدف ضبط الموازنة، منتقداً المتظاهرين الذين أغلقوا الشوارع ومنعوا العمال من الوصول إلى أعمالهم. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة. زوروا موقعنا على الإنترنت العربي .tv، كما بإمكانكم إبداء الآراء والمقترحات على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.